مشاهدي الساحل تي في، عسلامة ومرحبا بكم. اليوم فريقنا في مواكبة للدورة الثانية للمجلس الجهوي للسياحة اللي انتظم بولاية سوسة تحت عنوان تقديم المنتوج السياحي بجهة سوسة، وتناول أهم المؤشرات والمشاريع المنجزة في قطاع السياحة، وخرج بتوصيات أهمها دعم المنظومة الأمنية وتكثيف حملات النظافة وحماية البيئة، تحسين الخدمات وتنويع المنتوج، وذلك لنجاح موسم سياحي. تابعونا في التقرير التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير الناس كل، شنو اخباركم؟ السيد كاتب العام، السادة المعتمدين، السادة رؤساء النيابات الخصوصية، السادة الإدارات الإدارية الأمنية، المنظمات والهياكل التابعة الكل، السادة الأخوة الصحفيين، نرحبوا بكم الناس كل كاية في الدورة الثانية هذه للمجلس الجهوي للسياحة. فيما يخص المشاكل اللي قاعد نشوفوا فيها واللي مربوطة هي المشكلة متاع النظافة والعناية بالبيئة. النظافة والعناية بالبيئة معناتها تشوفوا انتم الوضع معناتها صعيب ياسر في سوسة، وقاعدين نقوموا بمجهوداتنا، والمجهودات معناتها قاعدين تشوفوا فيها معناتها، وانتم احنا نطلبوكم باش تعضونا في الشيء هذا معناتها في المحيط نتاع النزل وفي المحيط كل شيء، وخاصة داخل النزل. داخل النزل بالاخص معناتها فما برشا معناتها ماذا بينا كل ريكلاماسيون وكل شيء، نعملوا صورة جديدة للسياحة نتاعنا واعتناء خاصة بداخل النزل وباللي سيرفيس. جيتو ساكونتاوي 96 نزل وراك 40,000 سرير، 180 مكان أسهر، 50 مطعم سياحي مصنف، مارينا وميناء ترفيهي تحت استيعاب 340 حلقة، ملعب السوداجين يحتوي على 36 فقط، 10 قاعات اجتماعات كبرى معناها فرات 10,000 مقعد، 10 مراكز معالجة بمياه البحر، 24 مركز تنشيط سياحي على الدواب، 20 قاعدة بحرية، زوز نوادي غطس، 4 قدرات سياحية، زوز مراكز ألعاب مائية، 4 مراكز تنشيط سياحي فولكلوري، 8 مراكز تنشيط على الدرجات ذات 4 جلالات كوات، بتبيع مطار فيها الحمامات الدولي، 6 متاحف و5 معالم أثرية. توزيع الوحدات الفندقية حسب الجهة، هذايا نجمو نشوفوه عندنا 5 نجوم، العدد 5 نزول لحد الآن، فما مشاريع أخرى السيد الوالي اللي فما نزول قاعدة تحسن في المنتوج نتاعها وقدمت ملفات فنية، إن شاء الله في القريب العاجل العدد هذايا باش يتكاثر أكثر. احنا وصلنا معنا كان 3 ولا 5 منهم. يا سيد الوالي، ندخل للتاريخ 14 جوي للدار المسيحية، أنا نقول لك من نزل الشهر هذا حتى للمنشية، ماذا بيا كان تبع شكون يمشي على ساقيه ويشوف على اليمين واليسار هاك لي تيران فان سي معناتها كاتاسيرومي توريست حوس على ساخي كان هاك البرز البيضة هاك البلاستيك هاك الوسخ معناها يلزمنا حملة النظافة، وأنا مستعد نشارك فيها باش البارتي هذيك بو لي تيران فان بالشهر زاد المشية اللي هي معناها فيها عدد كبير ياسر من السواح يجوا على ساخي نظفوا. يا سيد الوالي، ندخل للتاريخ 14 جوي للدار المسيحية، أنا نقول لك من نزل الشهر هذا حتى للمنشية، ماذا بيا كان تبع شكون يمشي على ساقيه ويشوف على اليمين واليسار هاك لي تيران فان سي معناتها كاتاسيرومي توريست حوس على ساقيه كان هاك البرز البيضة هاك البلاستيك هاك الوسخ معناها يلزمنا حملة النظافة، وأنا مستعد نشارك فيها باش البارتي هذيك بو لي تيران فان بالشهر هذا المنشية اللي هي معناها فيها عدد كبير ياسر من السواح يجاو على ساقيه نظفوا. جلسات تاخذ فيها قرارات اللجنه، خاطر اذا كان حطيت لجنه راهو معناتها اللجان اللي موجوده نفعلوها، وقلت لهم باش يضافوا المجهودات نتاعهم ويمدوني بالبرامج وباش نتابعوها الناس الكل مع بعضها وتون علقها حتى على الصفحات، انتم كعالميين تتابعوا، احنا كنتابعوا، الاداره تتابع، الناس الكل كان يتابعوا باش الناس الكل كانت تشعر فما مراقبه، فما امور، فما ناس يلزمها نرجعوا نخدموا، يلزم الدولاب يرجع يدور. اذا كان ما نعملوش هكاك احنا باش نخسروا، الدول قاعده تفك لنا مش احنا ولينا نفكوا، هاكم تشوفوا معناتها نشوف سوق واحد من السوق الروسيه تلقاها موان
معناتها وعلى الفرصه اللي جاتنا معناتها ولا باش نوليو نشوفوا ما نتبعوش المؤشرات اللي تخلينا نغلطوا في رواحنا شوي، ما نجوش نشوفوا على الفرنسيس نقولوا زدنا 200% وقت اللي جاونا 100 فرنساوي عمنون نقولوا مثلا جاونا سنه 300 ايه 300 لكن شنو الالاف نتاع الجزيري ونتاع الرواس ونتاع لي مارشي اللي يجيبوا لنا الماس باش يخدمونا تو خاطر لازمنا نهزوا ما وقت نجيو نشوفوهم نقصوا رغم الحاجات اللي صارت في تركيا وفي مصر عملوا نشوفوا سنه نقصوا معناتها احنا ما حضرناش روحنا ما استغلناش الفرصه هذا هو معناتها علاش نحسنوا جوده الخدمات نحصلوا في الانتدابات نحصلوا في الحراسه نتاعنا في الامن نتاعنا الامن مشكور الجيش مشكور الناس كل كي مشكورين ما نحب نقصر ونحب نقول حتى حد مش قاعد لكن يلزمنا كما ديما نعاودها ونقولها اللي يعطي في 100 يلزم يعطي 200 طب. ان شاء الله انا ما نقولش احنا توا مستعدين باش نستقبلوا انا وليت نخمم في الموسم السياحي الجاي راه كيما قلت لك الموسم السياحي الجاي لازم نشحوب الموسم السياحي نتاع السنه هذه هي الانطلاقه نتاعنا انطلاقه الاعداد الموسم السياحي نتاع العام الجاي راه بدات اليوم سيد الوالي فيما يخص تنويع المنتوج السياحي السائح فد من البحر ومن فماش بحر وفدينا من كل شيء علاش لازم نشوفوا المسالك السياحيه نشوفوا لي كروازير خليهم يرجعوا زاد السوسه خاطر لي كروازير يعملوهم على طول العام فما حاجه هذه نتاع الطب نتاع التلاسوثيرابي رحنا الوجهه السياحيه رحنا الوجهه الثانيه في العالم بعد فرنسا اذا كان ما نستغلوهاش هذيك وقتاش باش نستغلوها حتى يفيقوا بينا ولاد معناتها بلايص صغيرين يعملوا فيها احنا ديجا الانفراستركتور نتاعنا حاضره تو كيف تشوف لي سونتر التلاسوثيرابي في المهديه في مستير في سوسه في الحمامات في كلهم معناتها موجودين وعلى مستوى راقي جدا علاش احنا معناتها تو نشوفوا حتى اذا كان ما فماش ليفول وما فماش كل شيء نعملوا نخموا مع بعضنا ونشوفوا معناتها مش راهو السياحه ما توقفش على هذا عندنا التراث نتاعنا والمخزون التراثي نتاعنا في تونس ما شاء الله ما شاء الله راه فيما يخص الحملات والدعايه والاشهار الحملات خطة جديدة باش تعمل هذه الحملات راهو توك تشوفوا انتوا عاملوا هيك اما ناقص راهو ديما يقعد ناقص ديما يقعد ناقص معناتها الاسواق حتى السوق الصينية ما فيها باس راهو كيفاش باش تستقطب السائح راهو تستقطبه بجاست صغير قد هكاك توك تجي تشوف السوق الروسية ولا السوق الصينية اللي بدات تو وما تعملتهمش حتى اشهار شوية اشهار حتى باللغة نتاعه باش يشوف اللي بدا حتى هو يشعر بالاهتمام اللي بدا به راهو حوايج صغار نجم نعملوا فيها 100 دينار نجم تجيب لنا مليارات راه بالحق تجيب لنا مليارات خاص في الاشهار نتاعنا وفي ماخذ الخاطر راهي خضر السياحه راهي كلها ماخذ خاطر والسياحه كلها نظافه وعنايه بالبيئه وامن وان شاء الله ديما تونس لاباس مع بعضنا ان شاء الله الناس كل نزيد ناكد عليكم حاجه اخرى برب وعي المواطنين يوميا المواطنين لازمهم يكونوا معنا ومشكورين مسبقا في اطار الاستعدادات للتوقي من المظاهر المزريه وكل مرحلة تعرف بالنسبة لسوسة كل مرحلة مدينة سياحية وكل مرحلة خصوصيتها احنا عادينا شهر رمضان في المرحلة السقية والاقتصادية المحلات مفتوحة للعموم وضمان المستهلك الجودة وكل تو دخلنا في مرحلة ثانية اللي هي مهمة مرحلة نجاح الموسم السياحي كما تعرف تو أولاه السيد الوالي العناية الكبيرة وده أكبر دليل انه تو مجلس جهوي للسياحة عنا نسبة تقدم في عدد الوافدين ب 10.9% مرينا من 250,569 وافد إلى 277,782 وافد وزيادة ب 16.9% في عدد الليالي المقضاة اللي وصلنا توا 949,329 ليلة مقضاة وهو الحدث الأبرز هو إعادة للأسواق التقليدية احنا شفنا زيادة قرابة 100% في السوق الفرنسية أكثر من 30% في السوق الألمانية عودة للسوق البلجيكية معناها بزيادة 200 وأكثر من 250% خاصة بعد رفع الحظر السفر على تونس على الشريط الساحلي منذ نهاية شهر مارس السوق البولونية كيف كيف زيادة فوق 100% حتى السوق الصينية معناها الأسواق البعيدة بدينا نمسوها ولو ماهيش بالكيفية اللي لازمها تكون لكن هذه بداية طيب إن شاء الله نواصلوا معناها وخاصة احنا ما نجموش نحكيوا على السياحة إلا ما يتوفر زيادة النقل خاصة النقل الجوي لهنا إن شاء الله السياحة والنقل مع بعضنا نخدمه لفائدة قطاع السياحة احنا شفنا معناها الحقيقة تحسن على مستوى المجال البيئة والنظافة لكن هذا يلزم استراتيجية كاملة معناها في المجال هذايا باش اليوم النجم ننظف مكان لكن غدوة هو بيدو يرجع حتى بعد ساعة ولا بعد ساعتين هنا الحقيقة زادة يلزم يمكن نقوله توعية تاع المواطن التونسي المواطن التونسي يشبه ما فيها باس كان يخرج معناها الفضلات نتاعو في التوقيت نتاعو إذا كان يمشي 100 ولا 200 متر بشكل السلة اللي فيها الفضلات نتاعو معناها يحطها في البلاصة المكان نحافظوا على نظافة الشواطئ نجم نعوم شواطئ دابريتو هي للمواطن
وللسائح اللي هو ضيفنا معناه السائح راه تونسي أجنبي جزائري معناها من كل الفئات بتاعنا. هذايا مهمة بتاعنا احنا السائح الجزائري زاد 100% زيادة وهو عنصر مهم معناها ويمكن يجي 15 ما بين 20% اللي هما يمشيوا للنزل والبقية معناها يخدموا في الحركة الاقتصادية كبيرة برشا معناها خارج الفنادق. هذه بلادنا، هذه بلادنا سوسة يسمنا نخدموا لها الناس الكل بما فيه الخير للمنطقة بتاعنا. مع الشكر. احنا اليوم في اطار الاستعداد للموسم، الاستعداد للموسم الصيفي في ولايه سوسه في المجلس الجهوي للسياحه دورته الثانيه، قاعدين نشوفوا في وين وصلت الاستعدادات خاطر عندنا برسك 4 و 5 مو واحنا نحضروا الموسم الصيفي. هذيا في جلسه تقييميه وين وصلنا وشنو هما النقائص اللي باش نجموا تويكا نتلافاوهم ونخدموا خاصه على المستوى البيئي والمستوى الامني. قدمنا برشا ونشكر أمنا على المجهود الجبار اللي قاعد قايم به على الشواطئ وفي معناتها في الطرق العامه، نشكرهم شكر خاص ونشكر زاد البلديات، بالنسبه لي محطه ياسمين حمامات، بلديه بوفيشه وبلديه حمامات قاعدين قايمين بدور جبار على المستوى البيئي. صحيح عندنا شويه نقائص، ما قاعدين هنا احنا جلسه اليوم باش نقيموا باش نزيدوا نقدموا.